مرحبا بكم في الجيد ام السيد، الصلاح بدون الله لا يكفي. عنوان المحاضرة: البداية. سأشارككم بما سنتحدث عنه في المحاضرات الخمس التالية. في المحاضرات التالية: سنبني بيتك. تعرفون أن الله يشبه بناء حياتنا ببناء البيت. حين تبني بيتا، أذكر حين بنينا بيتنا الأول، رموا الأساس. لم نهتم به كثيرا نظرنا اليه ومضينا ولكن بعدها بداوا في الهيكل وبدات ارى الحجرات ثم بعد الهيكل بدات المتعه عندما بداوا في البلاط والدواليب والاضاءه وهكذا رساله اليوم تشبه هذا سوف نبدا بالاساس ثم الهيكل اسمعوا ان كان اساسك وهيكلك ضعيفين لن يصمد بيتك في العواصف اذن اولا سنتحدث عن الاساس وهذا هدف المحاضره اذا رمي ثلاثه من عشره الى اثني عشر يقول ليس بار ولا واحد ليس من يفهم الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حسنا هذا واضح الله لا يرى صالحا اعتقد ان هذا ما يقصده اذا لماذا هذا لأننا ولدنا عبيدا صحيح ولدنا عبيدا عبيد للخطية تعرفون أن الكتاب يقول في روميا الأصح السادس كنتم عبيدا للخطية عندما عصى آدم وحواء الله وأكل من شجرة معرفة الخير والشر تلك قال الله يوم تأكل منها تموت لم يموت بالجسد إلا بعدها بوقت طويل لكنه من فصل عن حياة الله تغيرت طبيعتهما طبيعتهما لم تعد على صورة الله بل على صورة سيده من جديد الموت لذا يقول الكتاب المقدس ان ادم انجب ابناء مولودين على صورته وهكذا ولد اولاده في الموت لذا كل البشر ولدوا منفصلين عن الله بسبب ما فعله اجدادنا لكن الله يحبنا يحبنا كثيرا فقال سوف اعد خطه من قبل حتى ان نخطئ لاعيدكم فالله من قبل تاسيس العالم عرف الحماقه التي سنفعلها وهو لم يقل انهم اغبياء لنخلق كونا اخر واناسا يحبوننا لا الله يحبنا فقال يسوع اريدك ان تدفع الثمن لانهم يجب ان يستعيدوا طبيعتنا اعلموا هذا اعطى الله الارض للانسان لا يمكن ان ياتي كاله وينقذنا كان يجب ان يصبح انسانا لهذا كان يجب ان يولد يسوع من عذراء فاصبح الها كاملا وبشرا كاملا امه بشر وابوه الله فلم يكن لديه طبيعتنا الخاطئه يجب ان تعرفوا اننا قد ولدنا امواتا روحيا الموت الروحي لا يعني الا تكون موجودا بل يعني انك منفصل عن الحياه وهي الله لم يكن يسوع هكذا انه الانسان الوحيد الذي وجد على هذه الارض الذي ارضى الله وكان صالحا وهكذا يسوع الانسان البار الوحيد صلب على الصليب وبهذا اخذ حكمنا اخذ خطايانا الخطيه هي عصيان سلطان الله ومات وقدم نفسه ذبيحه وهكذا النتيجه انه سفك دمه الملوكي ليعيد لنا حريتنا هذا مذهل والان مكتوب ان اعترفنا به ربا وامنا في قلوبنا ان الله اقامه من الاموات نستطيع الاستفاده بما فعله لنا وكانك متهم بالقتل وستعدم وياتي رجل ويقول احب هذا الشخص اقتلوني بدلا منه الان لن تعدم لانه اخذ حكمك هذا ما فعله يسوع وهكذا يقول الكتاب ان اعترفت بفمك بالرب يسوع قولوا جميعا الرب يسوع والان هنا تأتي مشكلتنا، لأن الكتاب لا يقول إن اعترفت بالمخلص يسوع، بل يقول إن اعترفت بالرب يسوع. كلمة رب تأتي من الكلمة اليونانية كيريوس ومعناها سيد مالك السلطة العليا. هنا الخلل الأساسي، خاصة في كنيستنا الغربية، لأن اعترافنا به كمخلص لا يمنحنا الحريه ويعطينا حياه جديده كلمه مخلص تاتي سته مره في الكتاب وكلمه الرب تاتي اكثر من سبعه الاف مره التركيز على اي منهما الربوبيه توضح مكانته اما كلمه مخلص فهي تصف عمله لا يمكننا ان نستفيد من عمله الا حين نخضع لسيادته ولدنا عبيدا ولكن خلقنا باراده يجب ان نختار بانفسنا ان نقبل خلاصه بشروطه هو ارى الامر هكذا لنقل ان هناك جزيره وملك صالح منح جدك الجزيره ولكن جدك لم يحمها رغم ان الملك قال ذلك ولان جدك لم يحمها اتى سيد شرير بعشيرته وانتصروا على جدك، وألقوه في السجن هو وجدتك ووالدك أيضا، فولدت في السجن. ثم رأى الملك الصالح أن الجزيرة أخذها هذا السيد الشرير. فقال الملك الصالح: يجب أن ندمر المجتمع الموجود على الجزيرة الآن لأنه فاسد، لكن الملك الصالح يحبك أنت وجدك وأبنائه. فأتى الملك الصالح وحارب الشرير وجنوده وغلبهم، ثم ذهب الملك الصالح وجنوده إلى السجن وفتحوا أبواب السجن كلها، وقال لك أنت وعائلتك وعائلتك كبيرة، أنتم أحرار، يمكنكم أن تخرجوا من السجن وتأتوا معي، سأعود بكم في مركبي إلى مدينتي فتعيشون تحت سيادتي. الان القرار لك يمكنك ان تقرر لانه لو كان الملك قال لك انت حر عليك ان تتبعني هذا استبداد ايضا لذا يقول الملك لقد منحتك الحريه ان اخترت ان تتبعه ترجع مدينته وتخضع لقوانينه هو لا يمكنك ان تخرج وترجع مدينته وتعيش كما يحلو لك يجب ان تخضع له ان قررت الا تخرج فعندما يخرج الملك واقاربك الذين وافقوا جيشه سيدمر الجزيره نفس المصير الذي سيلقاه السيد الشرير سيلقاه من رفضوا ان يخضعوا للملك الصالح اعلموا ان الله لم يخلق الجحيم للبشر قال يسوع هذا في متى خمسة وعشرين واحد وأربعين النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته الله لم يصنع الجحيم لك بل لإبليس وإبليس يأخذ الناس معه ولنفسي هذا السبب أخرج الله آدم وحواء خارج الجنة لأن الله قال انهما ميتان روحيا وان اكل من شجره الحياه سيظلان هكذا للابد اراد ان يفديك ويعيد اليك طبيعته فتعيش بها الى الابد ان قال سادخل الجميع السماء فهكذا طبيعه الموت والخطيه والفساد ستدخل ملكوته الابدي والكثيرون من الابرياء سيتاذون لهذا يقول اختر الجو هادئ هل تسمعونني دعوني أوضح الربوبية أكثر كلوس 2 ستة و 7 يقول فكما قبلتم المسيح يسوع الرب قولوا الرب أسلكوا فيه متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان لم نعد نتغذى من شجرة تقييمنا الشخصي للصواب والخطأ نعيش فيه الآن خلق الله آدم وحواء ليعيش فيه اسمع هذا أنا متزوج من ليزا منذ ثلاثة عقود الآن ليزا طاهية ماهرة لدي أصدقاء قالوا لزوجتي هل يمكنك أن تعلمي زوجتي طريقة البيستو وأحد الذين قالوا ذلك موجود يمكنها عمل أفضل بيستو في العالم إنها طاهية مذهلة كنت أقول لها مازحا أنت طاهية الخبيرة يا حبيبتي قلتها ربما عشر مرة لكن آلاف المرات كنت أقول لليزا: "أنت زوجتي". طاهية أي ما تفعله، زوجة أي مركزها. في الخطبة، في عيد ميلادي، طهت تلك الوجبة الشهية. لم يربطنا هذا رسميا. قبول يسوع كمخلص لا يمنحك علاقة رسمية معه. كثيرا ما رأيت خداما غربيين يقدمون الخلاص. دون ان يقولوا كلمه عن ترك خطايانا والخضوع لسيادته اسمع دعوات تقول كل ما عليك فعله هو الاعتراف بيسوع كمخلص لك وستصبح ابنا لله او دعونا نصلي هذه الصلاه معا يسوع تعال الى قلبي خلصني اليوم شكرا لانك جعلتني ابنا لله عظاتنا تبدو جيده ومناسبه لايات منفصله في العهد الجديد لكنها ليست حكمه الله يجب ان نقيم انفسنا قال يسوع هذا الكلام في مرقس ثمانيه قال من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك ليس من اراد ان يهلك بل من يهلك نفسه من اجلي ومن اجل الانجيل فهو يخلصها اولا تنكر نفسك لا يمكن أن يكون لك سيدين، لأنه أثناء سيرك سيطلب السيدان أمرين، وأنت ستختار. إن لم تختر أن يكون هو الأعلى، ستختار الخطأ، لأنه سيكون الأسهل على جسدك. إذا ألقينا نظرة على أسلوب تبشير يسوع للشاب الغني، يجب أن نلقي نظرة عليه. أعتقد أن لين سيساعدني. تعال يا لين، اقفز. كم واحدًا منكم يتذكر الشاب الغني؟ لن أرجوك قف هناك، سأجعلك تمثل دور يسوع اليوم، وأنا سأكون الشاب الغني. كم واحدًا منكم يعرف الشاب الغني؟ والآن، كم واحدًا منكم يرى هذا؟ الشاب الغني يخرج من عربته المرسيدس، وهو يرتدي رداءه الأرماني، وساعته الرولكس، ومساعدوه يحيطون به، ويذهب ليسوع بعجرفة قائلًا: ماذا أعمل لكي أخلص؟ كم منكم رأى هذا؟ دعوني أرى أيديكم. حسنا، تعلمون أن هذا ليس ما حدث. دعوني أريكم من الكتاب. انظروا. وفيما هو خارج إلى الطريق، ركض واحد. قولوا ركض. وجثى له وسأله: أيها المعلم الصالح، أريد أن تروا ما حدث. يسوع وسط الجموع. وهذا الشاب وهو أغنى رجل فيهم يأتي راكضا ويقول أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأخلص؟ قل لي ماذا أعمل لأخلص؟ هذا ما حدث. ما رأيكم؟ كانت لديه رغبة في الخلاص؟ نعم بالتأكيد هل جاء إليك شخص راكضا وجثى وشد ملابسك وقال ماذا أفعل لكي أخلص؟ ماذا سيكون رد فعلنا؟ سنقول صلي هذه الصلاه يسوع تعال الى قلبي اقبلك كمخلص لي سامحني انت الان مؤمن لم نقل شيئا عن التوبه ولا عن التغيير من محبه العالم صلي الصلاه المعروفه حسنا ان كان يسوع يريدنا ان نخدم هكذا كان يجب ان ينظر له ويقول صلي هكذا وتعال اتبعني لكن ماذا فعل يسوع نظر الى حياته وراى شيئا سيمنعه من ان يكمل الطريق بنجاح الله يهتم بالبدايه ام النهايه نحن هنا في امريكا نهتم بالبدايه اكثر من النهايه يسوع راى ان هناك شيء في حياه الشاب في الطريق الله سيمليه هذا، وما يحبه سيمليه هذا، فيختار هذا. هو يحب المال، لأن هذا الشاب حفظ الوصايا من الخامسة إلى العاشرة بالكامل. الوصايا، كل هذه الوصايا عن العلاقة بالآخرين. حسنا، ولكن ما لم يذكره يسوع هو الوصايا الأولى إلى الرابعة لأنها عن علاقتنا به. قال سوف يكون هناك شيء بينك وبين الله حبيب آخر يعوقك تخلص منه انكر نفسك بع كل ما لك وأعطي الفقراء احمل صليبك واتبعني عندما قال هذا ومكتوب أنه نظر إليه وأحبه وعندما قال هذا ماذا حدث؟ اسمعوا فاغتم قولوا اغتم على القول ومضى حزيناً حسنا لنقل إنك الشاب الغني ليبدو عليك الحزن الشديد واستدر ولا تذهب ابقى هنا وحزن إذا الشاب ممثل بارع الشاب جاء متحمسا ولكن بعد عظه يسوع اغتم هل ترون يسوع ومجلس شيوخه في الكنيسة الأمريكية اليوم؟ يقول رجال الأعمال يا يسوع شجعناه شهورا أعطيناه إنجيلا وكتبنا اسمه عليه وتحمس لحضور الاجتماع، لكن بعد هذه العظة لن يرجع. يسوع، لماذا تحدثت عن موضوع حمل الصليب هذا؟ لماذا لم تكن حنونا معه؟ هل تفهم؟ كان يمكنه ان يكمل كل مبانينا بجره قلم هل تفهم بجره قلم انه اغنى رجل في المدينه بليونير كان سيمول كل قوافلنا كنا سنطعم فقراء اكثر يا يسوع ماذا فعلت كنا سننقذ فتيات من تجاره الجنس ماذا فعلت ان استمريت هكذا لن يحضر احد هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل الفيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org والآن كنت أصلي وقال الروح القدس بنية هل لاحظت أني لم أفعل ذلك؟ مضى الشاب حزينا ويسوع لم يقل انتظر 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 ارجع انتظر دقيقة دقيقة واحدة أنت يهودي وأنا يهودي نعرف سفر الأمثال حسنا أمثال تسعة عشر سبعة عشر يقول من يرحم الفقير أي يعطي الفقير يقرض الرب ألم أقل لك بع كل ما لك وأعطي الفقراء أليس كذلك من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه أفهمت أنا أساعدك أساعدك للحصول على البركة وسيرد لك مئة ضعف أيضا فتقول أنا جاهز اليس هذا مكتوب مكتوب من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه لماذا لم يقل يسوع له هذا لانه ان اكملت القراءه بطرس صدم مما حدث وقال نحن تركنا كل شيء وتبعناك فقال ليس احد ترك بيتا او عائله او حقولا الا وياخذ مائه ضعف الان لماذا لم يقل هذا للشاب لان يسوع لا يغري الخطاه ليجعلهم يتبعوه لم يبع نفسه مر على بطرس وقال اتبعني لم يقل اتبعني وساعطيك خدمه جيده وسلاما وصحه جيده اسف قال ستصطاد الناس الوعد الوحيد بطرس تبعه لشخصه الرب ملك الكون انه خالقي الله الظاهر في الجسد وهنا في امريكا نحن نبيع يسوع نتحدث عن المنافع يجب ان تتبع يسوع فياتي الناس ولا زال احباؤهم معهم ماذا يحدث لن احضر الكنيسه لن أدفع العشور، لن أطيع كلام الكتاب، أحب يسوع فهو لطيف، صليت صلاة التوبة، أنا مؤمن، لا تثقلني بالدينونة، أترون ما قد زرعناه؟ كما ربحناهم سنحفظهم، فإن بعت يسوع لتربحهم يجب أن تبيع المسيحية لتحتفظ بهم. فاصبحنا نصنع مؤمنين مستهلكين لا مؤمنين خاضعين لسيادته ماذا سيحدث لنا ان اتى اضطهاد حقيقي كنت رائعا صفقوا له شكرا ممثل رائع لم يقل يسوع فكره جيده أن تنكر نفسك بل قال يجب أن تنكر نفسك وتحمل صليبك وتتبعني ما معنى أن تحمل الصليب في غلطية 22 يقول بولس مع المسيح صلبت لا يتحدث عن الصلب الحرفي لأنه حي ويكتب عما يتحدث فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله السر انه يعيش في المسيح كما رسم لادم ان يعيش من شجره الحياه واضعا كل ثقته في الله وليس بالاستقلال عنه يقول بولس استمد حياتي من يسوع كثيرا حين يسمع احد انكر نفسك واحمل صليبك يظن ان انكار النفس هو هو حمل الصليب لا احمل صليبك تعني سأعيش حياتي مغروسا فيه رمية ستة أربعة كما أقيم المسيح من الأموات هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة رمية ستة ستة وسبعة عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كان هناك أمور لم أستطع التحرر منها قبل الإيمان لكن عندما تعلمت كيف أخضع للمسيح هربت من أمور لم أستطع الهروب منها من قبل لماذا يصارع مؤمنون مع خطايا كثيرة؟ وهم أحرار السبب هو أننا لم نعلمهم كيف يخضعون للمسيح. كيف يتقون به تحت سيادته؟ أنا مقتنع تماما أن الناس محبطون من المسيحية لأننا نبيع لهم إنجيلا يخلو من السيادة. لذلك فهو انجيل بلا قوه لا شيء يتغير لماذا لم يحملوا صليبهم المسيح ليس داخلهم انه دين شكلي الا زلتم معي المكان هادئ انتم هنا حذرنا يسوع تحذيرا مهما قال بعد ان يمضي سينادى بانجيل وسيقبله كثيرون انجيل خلاص دون سيادة. وعواقب هذا هي تقليص الرب الى مجرد لقب، وليس مركزا يتقلده في حياتنا. سيدعونه ربا، ولكن لن ينكروا انفسهم. قال يسوع في متى 7 21: ليس كل من يقول لي: يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في السماوات. ليس كل من يقول لي: لا يقول من يقول لبوذا ولا من يقول لكونفوشيوس ولا من يقول لمحمد بل ليس كل من يقول لي يسوع المسيح يقول يا رب يا رب قولوا يا رب يا رب لماذا مرتين الكتبة العبريون كانوا شديد الدقه وهكذا يؤكدون الكلمه عندما نريد تأكيد كلمة نكتبها بحروف سميكة مثلا لكن الكاتب العبرية يكررها تكرار كلمة يعني التأكيد عليها فمثلا داود عندما قتل إبشالوم تقرؤون في صموئيل الثاني وستر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم يا ابني إبشالوم يا ابني إبشالوم ابني يا ابني لو كنت هناك كنت سمعت هذا يا أبشلوم ابني يا ابني هناك تأكيد وانفعال عند يبني لأن ابنه كان قد قتل. ففي الآية: "ليس كل من يقول لي يا رب يا رب" متى كان جالسا في الموعظة على الجبل؟ ويسوع قال: "ليس كل من يقول لي يا رب" فيسوع أراد التأكيد على كلمة رب. لم يقل من يقول لي يا مخلص وقال لماذا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله تعيشون وحياتكم ملككم تقيمون الصالح بدوني انتم معي ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل اراده ابي الذي في السماوات يسوع يعرف الناس الذين ينادونه يا رب ويعرف ايضا الذين لديهم مشاعر عاطفية نحوه. قولهم يا رب يا رب تعني انهم منغمسون في المسيحية. ليس هذا فقط، اقرا الاية التالية. وساقراها من ترجمة مسج عدد 22 في الدينونة. الالاف سيتبخترون وهم قادمون الي قائلين: يا سيد لقد وعظنا واخرجنا شياطين والجميع يتحدثون عنا. هؤلاء لا يدعونه ربا فقط وليسوا منغمسين عاطفيا في الانجيل فقط بل هم يعظون وغارقون في الخدمه عاده ما نظن ان من يدعو يسوع ربا وله عواطف تجاه الرب من يكرزون ومنغمسون في الخدمه هم مخلصون يسوع يقول في الايه التاليه ليس كذلك ماذا يقول في العدد التالي فحينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط اذهبوا عني فاعلي الاثم والان اريدكم ان تفهموا شيئا هذه علامات المؤمن له عواطف تجاه الرب يعظ ومنغمس في الخدمه هذه علامات المؤمن ولكنها ليست كل العلامات يسوع يقول الامر الذي سيفرق لانك ستجد كل هذه الصفات في كل مؤمن حقيقي منغمس في الخدمه ويعظ ستجد هذا في كل مؤمن الفرق الوحيد بين المجموعتين المجموعه الاولى تمارس الاثم أو خطية. الكلمة المفتاحية هي تمارس. هؤلاء ليسوا ممن يقولون آسفين يا يسوع، ولكنهم يعيشون في الخطية قائلين: أنت معقد. ألا تفهم؟ الناس يعيشون معا اليوم. حسنا، أنا أحب صديقتي. توقف عن تسمية الأمر زنا. هذا كلام جار عليه الزمن. ادخل القرن الواحد والعشرين. أحبها. حسنا، أنا لا أنام مع أخريات، أنام مع فتاتي فقط، أنا مؤمن. أتعلم؟ سنطعم الفقراء هذا الأسبوع. نعم، كنت أعظ كل أصدقائي عن يسوع. حدث هذا معي، سافرت هاواي. أحب هاواي إذ أقوم باكرا وأقضي خلوة رائعة. جاءني شخص من نيويورك قال يا جزيره رائعه الفتيات هنا مذهلات وتحدث عن الحفلات ثم قال ما هو عملك قلت انا خادم فقال مجدا لله لا امزح قال هذا قال انا عضو في كنيسه للدراجات البخاريه في نيويورك وهل تعلم اننا كنا نعظ الناس وعصابات الدراجات البخاريه ويا الهي زوجتي والفتاه في الغرفه فوق فقلت انت تحدثني عن الفتيات في الجزيره وتشتم وتتحدث عن الحفلات الليليه وكذا والان فجاه تتكلم بلغه المؤمنين حسنا تفهمون حين ياتي احد تحت سيادته يقول ساعيش كما تريد سنعيش مثل حياه السماء والله قالها علنا هذا العالم كله فاسد متاثر بروح هذا الزمان لذا لن نعيش هكذا سنعيش تحت سيادتك ويسوع يقول هؤلاء سيصدقون انهم مخلصون أعطاني الله رؤيا كان ذلك في الثمانينات رأيت عددا ضخما من الناس لم أستطع رؤية آخرهم كانوا كثيرين يسدون الأفق هؤلاء أتوا إلى الباب ويسوع خلفي في الرؤية كل هؤلاء كانوا يدعونه ربا وكلهم متوقعون القول ادخل إلى فرح سيدك وسمعت كلمات اذهبوا عني وأراني الله وجوههم في تلك الرؤية الصدمة والرعب على وجوههم. وفجأة قلت في نفسي: هل أعرف الحقيقة الآن؟ أم أعرفها في الدينونة؟ عن نفسي أفضل أن أعرفها الآن، وأحبكم بما يكفي، الله يحبكم بما يكفي ليقولها لكم الآن. كلمه رب ذكرت اكثر من سبعه الاف وثمانمائه مره هذا لقبه المخلص ست وثلاثون مره ولكي تتبع يسوع يجب ان تنكر نفسك وتحيا فيه حين تحيا فيه وسنعرف ذلك في المحاضرات التاليه ستريد تمجيده لعلكم استفدتم